صباح الخير، مساء الخير، مساء الخير. شكرا تشاينا لعرضك الجميل حول الموقع. أعتقد أنه كان الكثير من الجهود من الإدارة لتأكد من ذلك. جميل جدا، أحببته. مرحبا لهذا النقاش حول الأدلة والبحوث لحماية الطفل والمساءلة. لدينا مجموعة من المتحدثين الجاهزين في العرض، فإن طلبت من الإنتاج أن أشارك شاشتي، سأشارك بعض قوانين الإرشادات الداخلية قبل أن نبدأ، فاصبروا معي قليلا. سأظهر الشاشة الآن. حسنا، هذا اليوم، وسننتقل الآن إلى الجلسة. لدينا، سنسمع من الرؤية العالمية الدولية في دراسة حالة حول الأطفال في صنع القرار ضمن سياق هش، وسيشارك لنا من الرؤية العالمية الدولية، وسيتم اتباع من جامعة باث، خصوصا من محمد الرزي والذي سينضم إلينا في العرض، ثم لاحقا يتحدث من جيسون هارت من جامعة باث، ثم نسمع من لبنان الآن، بحث عن الإدراك ومواقف قوات الإيمان حول العنف ضد الأطفال ودورهم الذي يرونه في تحقيق موقف اجتماعي حساس، وهي مايك كيركاسيون، وأرشو تنبلان. كثير من المعلومات التي تكون مفيدة وممتعة، وبدون تأخير أريد أن أعطي الكلمة لجوي تشينغ من الرؤية العالمية الدولية. كنت أنا مخططة أن أقوم ببعض الأمور، أنا أنسى أن أبدأ بذلك. حسناً، قبل أن نبدأ بالمتحدثة، أخبرونا من أين أنتم، من أين تنضمون، لكي نعرف القليل من مشاركتكم. يمكنكم الضغط على الرابط منتي لينك، وهو أسئلة وضعها طريق الإنتاج، وضعوا نقط، ضعوا مكانكم على الخريطة الموجودة كما ترونه الآن. والآن نجد النتائج ظاهرة، نجد أن بعض الناس من أفريقيا، شخص من أوروبا، من آسيا، وهي تنمو الآن. حسناً، وبينما تستمر بالقيام بذلك، سأطلب منكم أن تجيبوا على سؤال آخر. فنتلي، أرجوك ابقى على هذه الشاشة قليلا لكي نرى النتائج. السؤال سيكون: ما الذي يأتي ببالكم عندما تسمعون المساءلة للأطفال؟ فتضعوا أنفسكم بما لكي تركزوا أكثر، ما يعني ذلك بالنسبة لنا حول موضوع الجلسة نفسها، المساءلة. يمكنكم الضغط على السؤال التالي لمنتي، وهذا السؤال يظهر لك، يمكنكم أن تضعوا كلمة أو أكثر من كلمة، ما تعني المساءلة للأطفال بالنسبة لكم في كلمة أو كلمتين تعبرون عن ذلك. المساءلة للأطفال ليست غامضة بالنسبة لكم، المشاركة، أخذ الأطفال بشكل جدي، المشاركة، الاستجابة، الالتزام، الصدق، المسؤولية.
Announced becoming too fast for me to be able to read all of your inputs. A salt summit. لا نستطيع سماع شيء. Sorry, I was muted for some reason. Okay, feel free to continue inputting on. استمروا في وضع إجاباتكم ويمكن أن نريكم في النهاية جلسة نتائج. الآن دعوني أعطي الكلمة لجوي في دراستها من سوريا. الأطفال في صنع القرار ضمن سياقات هشة، دراسة حالة في سوريا. شكرا إلينا وصباح الخير ومساء الخير للجميع. يسعدنا أن نكون هنا في هذه الجلسة، وشكرا لهذه الفرصة للمشاركة في عملنا. أنا أتحدث عن فريق الاستجابة السوري الآن. أنا أقدم بالنيابة عن زميلتي التي هي في إجازة أموية الآن. إن استطعنا الانتقال إلى الشريحة التالية، نستطيع أن نجد هنا CPHA أداة التي هي التصميم أداة تصميم تحليل تخطيط لحماية الطفل في العمل الإنساني. في هذا العمل نعمل. الشريحة التي تليها، إن أردت أريد أن أبدأ أن أعرف ما هي CPHA Adapt. هي أداة تكيف فريدة مصممة خصيصاً للأزمات الإنسانية طويلة الأمد، والتي تحلل قضايا حماية الطفل ونقاط القوة والضعف في النظام حماية الطفل في الأزمات الإنسانية الممتدة لإبلاغ استراتيجيات البرامج وتصميمه. يتضمن أدوات قابلة للتكيف لجمع وتحليل بيانات على مستوى الوطني. هذه الأولويات الاستماع لأكثر الأطفال عرضة للضعف والمجتمعات المتأثرة. هنا نرى السلسلة الكاملة لأدابت. نبدأ من جمع البيانات، وهناك مستويين من جمع البيانات. الأولى هي المستوى الوطني التي يكون فيها تقييم نظام حماية الطفل السياسي والإطار القانوني التحليل المؤسسي، وهذه تم القيام به بدعم خبرائنا القانونيين المحليين وبعض المتطوعين، إضافة إلى بعض المناصرين. القسم الثاني هو المستوى المحلي، وهناك أنشطة مختلفة التي تستخدم لشمل الأطفال، وهذه تتبع بالنقاش مع الكبار. بالنسبة للقسم الثالث التحليل، نجمع المعلومات ونحلل ضمن هذا السياق. باستخدام هذه المعلومات يضع الفريق هذه في يضعها في تخطيط برامج وتكييفها، سواء كانت المعلومات. نرى أن هناك فجوات يجب أن يتم تعبئتها بالموجودات التي وجدناها. قدمناها إلى أصحاب المصالح وبعض التي تفيد في تحفيز النقاش لما يتم النقاش به في الخطوات التالية. الشريحة التي تليها، في هذه الشريحة يمكنكم لوحة ملونة. طلبنا الأطفال والفتيات، أذكر الفتيات، أن يعبئوها من سوريا فيها للمشاركة فيها.
فطلب من الأطفال أن يضعوا النقاط الرئيسية في على أفرع الشجر، ثم يعرفون المشاكل الرئيسية ثم يضعونها في الجذور. وكان هنا الهدف تحدد على الأطفال أكثر ضعفاً في المخاطر، وقد يمكن أن ترون بعض الجذوع في أعلى الشجر. وبعد هذه الأنشطة طلب من الأطفال أن يضع أولوية لهذه لما هي أهمها بالنسبة لهم، وهذه آخر خطوة بهذه المشاركة التي تليها. هنا بعض المقتبسات التي سمعناها من الأطفال. طفل من إدلب قال: أنا سعيد جدا لأن أرى أنني لست الوحيد الذي يشعر بهذه الطريقة، أرى الدعم من الآخرين في هذه المجموعة وأشعر بأنني قوي. وفتاة من عزاز تقول: أنا امرأة فتاة ولست، لا يعني أنني مكاني الوحيد هو المطبخ، فالآن وضع علي مكان لأن أشارك في نقاشي، فكانت هذه فرصة لهم لأن يشاركوا ويتشجع ويكون لهم فرصة لأن يتحدثوا بمخاوفهم. فهذا كان التمرين الذي كانوا فعلا قدروا. الشريحة التي تليها. حسنا، هنا أريد أن أعطي سؤالا للمشاركة. إن أردتم أن تضغطوا على رابط منتي لكي هذا السؤال يطلب منكم أن تحذروا ما هي مخاطر ما هي أكبر مخاطر حماية الطفل في شمال غرب سوريا التي حددها الأطفال أنفسهم. وأعطيكم بعض فكانت الاستجابات مختلفة: التعرض للمخدرات، اعتداءات المدارس، إجهاد كبير، لا توجد أماكن آمنة للأطفال، عمالة الأطفال، زواج الأطفال، تجنيد الأطفال. فيمكنكم أن تروا اختياراتكم الآن. فإن أردت أن أظهر بأن أكثرها ما تم اختيارها من قبل الأطفال تتضمن التعرض للمخدرات، إجهاد كبير، وحمالة الأطفال وزواج الأطفال. وتلك التي لم يتم انتقائها لا يعني أنها لم تكن قضايا في السياق، ولكنها لم يكن انتقائها بشكل واضح من قبل الأطفال في ذلك السياق. الشريحة التالية. هنا هذه الشريحة توضح بعض موجزات الموجودات التي وجدناها من النقاش من الشباب والبنات، الفتيان والفتيات، وهذه تتعرض لمخاوف حماية الطفل بما يخص الفتيات والفتيان. ترون كليهما لديهم تعرض للمخدرات، فكانت في المدارس مخاوف كبيرة بين البنات الفتيات والفتيان، وهناك الفتيات كان أكثر خوفا من الزواج الطفل القاصر. وبالنسبة للفتيان عمالة الأطفال والتي تم تحديدها من قبل الفتيان أكثر بالنسبة للأولاد، بالنسبة للفتيات ما كان وجود الفتيات داخل البيت أكثر من خارجها. المهم أننا نقوم بذلك بشكل مستمر لكي نستطيع أن نرى التغييرات في الاستجابات، وإن كان بعض هذه القضايا يمكن أن يتم مواجهتها والتعامل معها. الشريحة التي تليها. واحدة من الخطوات الفريدة في هذا الإجراء وهي المختلفة عن الأدوات الثانية أننا نقدم نتائج الأطفال إلى الكبار. نحن نستخدم البيانات التي جمعناها من الأطفال ونقدمها للأطفال، ونوفر لهم فرصة لكي نرى بأنهم يسمعون، فرصة
استماع لأطفالهم وتقدير وجهات نظرهم، ويضيف الأطفال لوجهات نظر الأطفال وليس بالطريقة المعاكسة، فهي إجراء غير منفصل عن تجميع آراء الأطفال الكبار مستقل بشكل مستقل عن الأطفال. في هذه الممارسة ترون هناك بعض التمارين التي تكون تشمل الاثنين. من بعض الموجودات الرئيسية التي وجدناها من الكبار، واحدة من الأمهات ذكرت أو أكثر من واحدة بأن ما فاجأهم بأنهم لم يكن يعلمون ما يحدث في المدارس، وكان هذا مقلقاً لأن يعرف بأن المدارس ليست أماكن آمنة للأطفال كما كانوا يعتقدون، وبالتالي فهم مصدومين بخطورة القضايا التي يواجهها الأطفال داخل المدارس. وفي الجانب الآخر، بعض الذكور البالغين يحملون وجهات نظر مختلفة عن الأطفال، يعتقدون بأن عمالة الأطفال قد لا تكون قضية أو عنفا ضد الأطفال. فالكبار الذكور يقولون بأن جعل الأولاد يعملون هي الطريقة الوحيدة تجعلهم مسؤولين. نحن بالنسبة لنا نعتبر أن عمالة الطفل تعتبر عنف على الأطفال، وبالتالي نحن نحاول أن نفهم أن نقوم برفع الوعي إن كان الكبار غير واعين بأن القضايا التي يعاني منها الأولاد وحسب وما هي اختلافات وجهة النظر. وهذه تساعدنا لنعرف ما إن كانت هي قضية وعي أم قضية قضايا أخرى. هنا لدينا السؤال الاستطلاع الثاني. يمكنكم أن تحذروا مما يلي طابق نتائج من مجموعات النقاش المركزة مع الأطفال والبالغين في الشمال الغربي. ما هي الخيارات التي تطابق الموجودات؟ ويمكن أن يكون أكثر من جواب. سأعطيكم أكثر من دقيقة لكي تجيبوا. اقترح كل من الأطفال الكبار أن يمكنني أن أخبر بأن النتيجة كانت الخيارين الأولين، بأن اقترح كل الأطفال الكبار أن نقص قوانين محددة لحماية الطفل داخل شمال غرب سوريا تؤدي إلى العنف ضد الأطفال، وأيضا أن المساءلة تؤدي إلى العنف ضد الأطفال. هذين الجوابين. حسنا، إضافة إلى هناك مخاطر أخرى شائعة التي تم التعرف عليها بهذا الإجراء. كلا الأطفال والكبار تحدثوا عن الفقر المدقع والتي تؤثر إلى التكيف السيء الضعيف، تقليل من أهمية التعليم، زواج الأطفال وعدم وجود قانون سيادة قانون وعدم قدرة تغيير البيئة غير الآمنة. وبالنسبة لبعض المخاطر التي ذكرها الأطفال بشكل عام، أطفال لا يريدوا أن يضيفوا عبئا على أهاليهم وأنه ليس لديهم صوت في المجتمع، فهذه أيضا تمت مشاركتها بالأهل، ووجدنا بأن هذه المشاركة تؤثر على فهم الأهل بمخاوف أهاليهم وأطفالهم ويزيدهم وعيا بذلك. هناك بعض العوامل الوقاية الشائعة، الناس يقيمون كثيرا العائلات والعائلات الممتدة،
هناك عائلات ممتدة يمكن أن يطلبوا منها المساعدة وهم عالي الثقة بهم. هذه العوامل البقايا الحماية يمكن أن نستفاد منها وأن يمكن أن تكون هناك مشاريع تستفيد من هذه المعلومات. بموجودات التحليل وجدنا وضعنا البيانات التي قمنا بتحليلها. هناك نوعين مستويين من التحليل. في على المستوى الوطني بجمع البيانات استخدمنا قائمة ب 27 مؤشر والتي كانت معتمدة على إطار للعنف ضد الأطفال وحددت 8 مؤشرات. يمكنكم أن تروا من هذه الشريحة بأن جهة المنع كانت أعلى نسبة لها، وما وجدناها في سياق شمال غرب سوريا أن هناك الكثير من السياسات التي العقوبات الجسدية موجودة وليست في الأسر، فهذه نسبتها عالية ولكنها لا تتجاوز 50% المؤشر، ولكنها تعتبر أعلى المؤشرات التي وجدناها في التحليل. في مجالات التقرير والتمويل تحليل إدارة التحليل هي كانت 0%، فلم يكن هناك إطار قانونية أو ميزانية أو أعمال في هذه الجوانب. فهذه يمكن أن تعطينا فكرة بنقاط الوصول الدخول لتدخل المستقبل. وإن أردتم عندما راجعنا الاستجابات راجعنا بأن النظم الصحية هي أيضا مدخل آخر لنا يمكن أن ندخل بها. أنا على وعي بالوقت، سأتوقف هنا حول على المستوى الوطني وسأنتقل إلى الشريحة التي تليها لإنهاء اجتماع تقديمي. فإنها ساعدتنا على أن نعطي أولوية لبعض الأعمال، واحدة لتسهيل النقاشات بين الأطفال والكبار، حيث أن الكبار ليسوا على علم بمخاوف الأطفال، وأيضا هناك جهات يمكن أن نستخدمها للتعريف على الفجوات للتعرف على عوامل الخطر وعوامل الحماية، وأيضا هناك مؤشرات برفع برامج الإدماج وفي أيضا سبل الحي العيش وتحويلات المالية. وهناك أيضا نطلب من أصحاب المصالح لأن يضع أولوية لحماية الطفل ولإدخال CPHA Adapt كجزء من التقييم الروتيني في مراقبة العملية لدمج الأطفال والكبار واستمرار بتجميع المعلومات والاستجابات والعوامل المخاوف وأريد أن أنهي بقصتي بفيديو عن فاطمة. فاطمة تم تزويجها عمرها 14 سنة واستخدمت وسائل التواصل الإعلامي اللي تتحدث عن هذه المخاطر. أريدكم أن تستمتعوا في مشاهدة هذا الفيديو. رئيس دولة ليوم واحد بنهي الحروب من العالم كله، بحط قوانين جديدة للمرأة، قوانين ما حدا يزوج بنته تحت عمر 18. أنا فاطمة عمري 18 سنة من سوريا.
رفيقتي حكت لي عن مركز اس ار دي شو بيقدم خدمات وحبيت خوض هالتجربة، فكان تجربة كتير حلوة وتعلمت كتير قصص مثل عززت ثقتي بنفسي، كمان يعني حسيت انه في شيء فادني، حسيت حالي انه انا عن جد موجودة، انثى موجودة بهالعالم. عندي صفحة على انستغرام كنت شارك فيها بنات كثيرة، نحكي حلول، نحكي شو كل وحدة هي ومشكلتها ونحاول نساعد بعض. عن التحديات اللي عم تعيشها فتيات سوريا هي مثل ترك التعليم، الزواج بالغصب، زواج مبكر، كمان يعني في قصة بدي ركز عليها هي التحرش الفتيات اللي عم تصير بالمخيمات، هي يعني من أنواع العنف ضد المرأة. بتمنى أنه نخلص من هالشي، يعني عندي كتير شغلات إن شاء الله بس أكبر رح أحققها. الحياة بالنسبة إلي مثل أي عائلة سورية عم تنتظر الحروب لحتى تحقق أحلامها. شكرا جزيلا. قبل هذا التقرير على موقع الرؤية العالمية الدولية يمكن أن نشارككم فيها إن أردتم هذه المشاركة. شكرا جزيلا. شكرا جوي. والآن نقدم لمحمد. شكرا إلينا. Which part of the world you are joining today. My name is Mohammed Alruzzi. اسمي محمد الرزي. مرحبا بالجميع. وأنا من جامعة باث واليوم سأتحدث أو سأتأمل بشأن النتائج البحثية التي أنجزناها في الجامعة والذي موله أحد المجالس البحثية في بريطانيا HRC. والبحث كان بشأن إهمال الأطفال في الوضعيات الإنسانية، وسينضم إلي لاحقا جيسون هارت. بداية أود أن أطلع على منظوركم فيما يتعلق بالإساءة المعاملة بالنسبة لكم. ما هي الأشكال إساءة المعاملة التي تؤثر على أكبر عدد من الأطفال في وضعيات العمل الإنساني ووضعيات الإنسانية؟ هذا فقط من أجل أن نبدأ النقاش. هناك يمكن أن ننتظر فقط 15 ثانية. Maybe now we can show. ربما الآن يمكن أن نظهر النتائج. هذا غير متوقع. من المدهش أو المثير للاهتمام أن نرى هذه النتائج والتي تظهر أشكال إساءة المعاملة أو سوء المعاملة. أن نرى أن الإهمال جاءت في الريادة، ثم العنف، ثم الاستغلال، ثم الانتهاك. للأسف ليس لدينا إحصائيات فيما يتعلق بانتشار هذه الأشكال سوء المعاملة هذه، لكن أود أن أشير أنه عادة الإهمال هو إحدى أوجه
سوء المعاملة التي تناقش في المجال الإنساني، خاصة حين نتحدث عن حماية الأطفال، فنحن نركز على الاستغلال، العنف، لأنها أسهل يسهل كشفها، لكن بالنسبة للإهمال من الصعب تحديده ومن الصعب كذلك أن نكشفه. وأعتقد أنه استجابة في 2018 فالتحالف قد أطلق دراسة تركز على الإهمال، وهذا قد كان خطوة مهمة جدا في حماية الطفل ومعالجة هذه القضية، وكذلك في الممارسة حين يتعلق الأمر بالإهمال. وأحد النتائج هذه الدراسة كان هو أن الإهمال كان أحد الأشكال الأكثر شيوعاً لسوء المعاملة في استغلال الطفولة. هذا لا يعني بالضرورة أنه ينطبق على الوضعية الإنسانية، وهذا ما دفعنا لنقوم بهذا البحث، التركيز على الإهمال بالتحديد من أجل أن نفهم ديناميات الإهمال الطفل وكيف ينظر إليه. الشفافة التالية. إذن بدأنا هذا المشروع قبل سنتين مع تركيز على الإهمال في الوضعيات الإنسانية، وبالأخص كنا مهتمين بفهم التمظهرات المختلفة في الوضعيات، مركزين على جهتين الأردن وفلسطين، وبالأخص كنا مهتمين بفهم الأسباب الأساسية لإهمال الطفل في الوضعيات الإنسانية، وحاولنا أن نتناول بالدراسة هذه القضايا، ومن خلقهم بذلك حاولنا التركيز على 4 تمظهرات للإهمال: البدني، الطبي، التربوي، والإشرافي. وقد كانت هذه إحدى أوجه الإهمال التي أشير إليها في دراسة 2018 في وضعيات الإنسانية. في هذا العرض لن نتحدث عن كل هذه الأشكال، لأنه ليس لدينا الوقت الكافي لذلك كل ذلك، لكن ربما سأتحدث عن الإهمال البدني. الشوفة التالية، لكن فقط كسياق أود أن أنتقل إلى الشوفة التالية وأتحدث عن منهجية المشروع. فقد لديها تركز على جانبين: غزة في فلسطين وفي الأردن. وفي الأردن عملنا مع لاجئين، 4 جماعات لاجئين، هم السودانيون والصوماليون والعراقيون والسوريون، بينما في غزة عملنا مع اللاجئين الفلسطينيين، بالأخص هؤلاء المسجلين في الأونروا، وهي الوكالة، وكالة اللاجئين الأممية للاجئين الفلسطينيين. وقد أنجزنا أكثر من 170 مقابلة مع الأطفال، وقد أدار هذه المقابلات أعضاء في المجموعات. بالإضافة إلى ذلك، من أجل أن نجعل البحث أكثر إشراكاً، قد قمنا بورشات مع الأطفال، ورشات مسرحية وورشات فنون. بالإضافة إلى ذلك، فهمنا أهمية إدماج الفاعلين الإنسانيين في من خلال مهنيي حماية الأطفال وإجراء مقابلات معهم. وهؤلاء كانت لديهم خبرات واسعة في حماية الأطفال، وبالأخص فيما يتعلق بالإهمال. فقط في إشارة سريعة للنتائج وفي اختبار سريع آخر، لدينا سؤال آخر: ما هي
ما هي أحد الإجابات التالية التي هي السبب الرئيسي لإهمال الطفل في الوضعيات الإنسانية؟ هل هي المواقف وممارسات مقدمي الرعاية، عدم قدرة مقدمي الرعاية نظرا إلى الشروط الاقتصادية والاجتماعية ودعم غير كافي من النظام الإنساني؟ ليس هناك جواب صحيح أو خطأ، فقط نريد أن نطلع على رؤياكم فيما يتعلق بهذا السؤال، سؤال متعلق بأسباب إهمال الطفل. فقط 20 ثانية وسنتابع. Okay, thanks a lot for contributing to. شكرا على مساهمتكم في هذا الاختبار السريع. كما نرى فأغلب المشاركين يعتقدون بأن سبب الإهمال الأطفال في الوضعيات الإنسانية هي عدم قدرة مقدمي الرعاية نظرا على أو عجز مقدمي الرعاية نظرا للشروط الاقتصادية والاجتماعية. حين تحدثنا إلى الكثير من الفاعلين الإنسانيين في المجال، كان هناك نوع من الاقتناع بأن المهنيين الإنسانيين يعتقدون بأن إهمال الطفل هو شيء شائع، وكانوا دائما يتهمون مقدمي الرعاية بذلك. ولذلك فهم كجزء من البحث قررنا أن نطلع على النظام الإنساني ككل وننظر إلى النظام الأوسع في النظام الإنساني من أجل أن نرى إذا كان هذا النظام يساعد أو لا يساعد مقدمي الرعاية للاهتمام بالأطفال. وربما من أجل شرح ذلك يجب أن ننظر إلى النظام الإنساني وما هي العلاقات المختلفة بين الفاعلين المختلفين في عجز مقدمي الرعاية تقديم الرعاية للأطفال. إذن أشوف التالية. كما ترون لدينا هنا خطاطة للفاعلين المشاركين في تقديم العمل الإنساني، وبالطبع يمكنكم أن تروا بأن المنظمات الإنسانية هي إحدى هذه عناصر هذا النظام. لكن ما ظهر من خلال بحثنا هو التأمل والمستفيدين من النظام الإنساني، ويعتقدون بأن النظام الإنساني يفشل أحياناً في أن يقدم لهم أدوات لرعاية الأطفال. وهنا على سبيل المثال يمكن أن نرى خانات زرقاء مختلفة، وكيف أن كل هذه العناصر، كيف مثلا الحكومة تثبط أو تعيق تقديم الرعاية من طرف مقدمي الرعاية. لكن أعتقد في بحثنا ما كان أكثر أهمية هو النظر إلى التفاعل بين هؤلاء الفاعلين المختلفين. كيف مثلا الحكومة المضيفة تتفاعل مع المنظمات الإنسانية وفي النهاية من أجل تعزيز قدرة مقدمي الرعاية على مساعدة الاهتمام بالأطفال؟ كيف مثلا تتأثر المؤسسات وعلاقات بعض المؤسسات
this eventually وكيف يؤثر ذلك في النهاية في قدرة مقدمي الرعاية على رعاية الأطفال وكذلك وجدنا شكلين من الإهمال هنا الأول هو حين إحدى هذه العناصر يقرر أن يقصي مقدمي الرعاية من تقديم الاهتمام والرعاية للأطفال المثال الصارخ على ذلك هو في الأردن مثلا الحكومة الأردنية لا تعترف بالمجموعات مجموعة اللاجئين كلاجئين باستثناء السوريين وهذا له تداعيات كبيرة على تقديم الرعاية والاستفادة من التعليم في الأردن وكذلك الاستفادة من فرص العمل في سوق العمل الأردنية وهذا يمنع مقدمي الرعاية من الاهتمام بالأطفال كذلك وقد كان ظهر كذلك في المقابلات الرابط غير مباشر بين هؤلاء الفاعلين المختلفين وكيف يؤثر على قدرة مقدم الرعاية على رعاية الأطفال وهذا ما نسميه بالإهمال غير المباشر وهذا يحدث حين تقوم الحكومة المستضيفة حين تجعل المنظمات الإنسانية تطبق سياستها بطريقة معينة وكيف يؤثر هذه الرقابة الحكومية على الأطفال وهذه فقط أمثلة بعض الأمثلة التي تهيكل النظام الإنساني والذي يؤثر في النهاية على قدرة مقدم الرعاية على الاهتمام ورعاية الأطفال وكمثال ربما يمكن أن ننتقل إلى الشفافة التالية وهنا على سبيل المثال أود أن أتحدث عن موضوعين ظهرا في بحثنا في الأردن وقد تعلق الأمر بموضوع العنف والانتهاك في الطرقات وفي الشارع في الأردن أم صومالية تقيم في عمان قالت بأن سنين من أسنان أبني قد كسر من طرف أطفال هو الذي ألقى عليه شيئا ما لا يعرفهم باستثناء أنه أن ظهره قد كان ممزقا هنا يمكن أن نرى if we can easily blame this mother for not attending to the needs يمكن أن نرى أنه يمكن ببساطة أن نتهم الأم على عدم الاهتمام بطفله ولكن يجب أن نضع ذلك في السياق الأعم مثال آخر من غزة بسبب تراكم التمرد أو تراكم physical spaces and physical safety تراكم البقايا في هناك هذا يؤدي إلى جرح الأطفال وهذا يؤثر على النظام الإنساني سأنتقل للشوفة التالية هناك مثال آخر كيف ينتج النظام الإنساني إهمال الأطفال في الأردن على سبيل المثال الحكومة الأردنية لا تعترف بمجموعات مختلفة من اللاجئين باستثناء السوريين والموظفون الحكوميون يمارسون نوع من التمييز ضد اللاجئين وهذا يؤدي إلى إقصاء الأطفال من الحصول على مختلف الخدمات بما في ذلك التي هي غاية في الأهمية لهؤلاء الأطفال
وهذا يلعب دورا كبيرا في جعل في تعقيد حياة الناس، وهذه تتطلب وقت أكبر وأطول من مقدمي الرعاية كي يهتموا بالأطفال. فقط لنتأمل في المسطرة أو الإجراء المعقد للتسجيل من أجل تقديم الدعم التعليمي والطبي لهؤلاء الأطفال. إضافة إلى ذلك، في سياق العمل الإنساني من الصعب جدا أن نهتم بالحاجيات المادية للأطفال حين يكون هناك معوقات كثيرة تواجه مقدمي الرعاية. أغلب مقدمي الرعاية لا يسمح لهم بالعمل في الأردن بسبب أنهم لا يستطيعون تقديم الدعم المادي الكافي للأطفال، ويمكن أن نرى بعض الديناميات المختلفة بسبب الوضعية في غزة، وهذا يظهر بشكل مختلف في هناك في غزة. وهناك نتحدث عن عدم القدرة على تحدي الحكومة الإسرائيلية من طرف النظام الإنساني، ومعوقات الموضوع على بناء البنايات. فقط أشوف الآخرة وسأختم. أعتقد بأنه من المهم جدا، وهذه إحدى الدروس المستقاة من بحثنا، لا بد من أن نتفاعل مع مقدمي الرعاية والأطفال من خلال مشاركة فعالة وحقيقية، وفقط من خلال ذلك نستطيع أن نفهم تداعيات الإهمال على الأطفال. وأعتقد بأنه من المهم جدا أن نهتم بمسألة الإهمال في القطاع الإنساني، لأن هذا إحدى الأشكال الكبرى لإساءة التعامل مع الأطفال أو إساءة معاملة الأطفال. وهذا مهم جدا في اتجاهنا، ونأمل أن تساهم دراستنا في توجيه اهتمام أكبر في هذا المجال. وأعتقد أنه لا بد كفاعلين إنسانيين أن نتوقف عن توجيه اللوم لمقدمي الرعاية. أحيانا لا بد من أن نقف وقفة تأملية ونستمع للأطفال. شكرا لكم جميعا، وأعتقد أني قد تجاوزت الوقت المخصص لي، وأعود إليك مرة أخرى إلينا. شكرا لك محمد، الوقت كان جيدا. الآن أود أن أعطي الكلمة لمايك كيراكوسيان. شكرا لك محمد على هذا العرض الرائع وعلى إعطائي الكلمة. سأخوض مباشرة في عرضي. فعرضي كان بشأن البحث الذي قمنا به في جامعة جنيف، والذي يتعلق بمنع العنف ضد الأطفال. يظهر بأن القادة الدينيين لهم دور كبير في تغيير المنظور والمواقف، وكذلك أحيانا في إخفاء بعض الممارسات الصعبة. فدورهم في لبنان مثلا، فنحن ننخرط مع القادة الدينيين من أجل تحفيز التغيير فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال، وهذا يتوقف على المعرفة وكذلك المواقف المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. من أجل فهم هذه العوامل، سننتقل للدراسة التي قمنا بها، من أجل فهم مواقف ومنظور القادة الدينيين فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال. لقد حاولنا أن ندرس المنظور، وكذلك تناولنا بالدراسة بعض الأدوات من أجل منع
العنف القائم على النوع الاجتماعي. بعض الأهداف الرئيسية كان هو فهم كيف دمج القادة الدينيين في حماية الأطفال وكذلك وضع أنظمة وبرامج وسياسات من أجل أن نضمن المساءلة إزاء الأطفال في اتخاذ القرارات. أحد استخدمت فريق الدراسة تصميم من خلاله استطعنا أن نجمع بيانات من مختلف الأفراد وملاحظة المتغيرات بدون أن نؤثر عليها مع نهج أو نهج كيفي ومن أجل كذلك أن نفهم المنظور والمواقف المتعلقة بذلك. الدراسة استخدمت تصميم توجيهي مع المعايير محددة مسبقاً من خلال استخدام معرفة مسبقاً من أجل توجيه تحليل البيانات. قد شمل البحث كذلك المفكرين الدينيين في شمال لبنان وبيروت، وهذه العينة قد كذلك شمل القادة الدينيين النساء. أغلب القادة الدينيين يعتقدون بأن استخدام العنف كطريقة لتربية الأطفال غير مقبولة، إلا أنهم من خلال محاولة فهم وعيهم بالعنف ضد الأطفال لاحظ هناك تغيير. أن قال بعض القادة بأن العنف أحيانا تكون هناك حاجة لبعض العنف أحيانا، وبالتالي هذا يكون عرضة لنوع من التربية القاسية باستخدام العنف، وهذا مرتبط ببعض المعتقدات الثقافية. أغلب القادة الدينيين وافقوا بأن انتشار العنف ضد الأطفال في المجتمع وفي مجتمعاتهم بالأخص خلال كوفيد-19 وأنه قد كان منتشراً في الأسر التي تعاني من الإعاقة، وهذا يقع خلال بسبب وجود معايير ثقافية معينة، وهذه ترتبط بتربية الآباء الثقافية. كل هؤلاء القادة يقولون بأن دورهم الرئيسي في منع العنف ضد الأطفال هو من خلال منهج وقائي من خلال توعية الآباء أثناء التجمعات، لكنهم بالرغم أنهم ليس لديهم أي دور تشاركي، فمثلاً الطلاق يؤثر على الأبناء ويحاولون أن ينصحوا الآباء كي لا يتطلقوا، وقد شرحوا بأن بعض القوانين لا تأخذ المصلحة العليا للأطفال والأم وتحفز نوع من الزبونية، وهذه إحدى الاقتباسات. حالياً القرارات ليست مركزة على الأطفال والأم والنساء لأنهم يعتقدون أنهم أقل كفاءة، وأن المرأة أن المسؤولية الشعورية تقع على الأم وحدها، وهذا يظهر إحدى المعوقات التي ارتبطت بالدراسة. شكرا لك مايك. إذن فالدراسة لها أوجه قوة مختلفة. بداية كانت المحاولة أول محاولة من أجل تقييم الكيفي للمواقف المتعلقة بالعنف ضد الأطفال ومن أجل توفير الحماية المجتمعية. الدراسة قد جمعت مع بيانات من أجل الفهم الخبرات والتجارب وكذلك المنظورات. Next, the sampling frame was purposeful in including participants. لقد أشركنا بعض المشاركين مختلف المجتمعات الثقافية، والعينة كانت متنوعة ومن ناحية الجنس وكذلك الخلفيات، وقد شملت
ترميز هيكل من أجل تحليل البيانات. فيما يتعلق بالمعوقات، فالغياب الاحتماليات وكذلك الموضوع أو غياب الموضوعية كذلك أثرت على البحث، لكن كذلك تساعد على صياغة فهم لمنظور القادة الدينيين. ومجموعة الدراسة حاول أن ينقص من هذه المعوقات من خلال اتخاذ مجموعة من المعايير. فقد استخدمنا مناهج مختلفة في هذه الحالة، فقد حاولنا أن نستمع إلى قادة دينيين من خلفيات مختلفة، وحاولنا أن نجعلهم يجيبوا على الأسئلة من مختلف المناحي الدينية. كذلك هناك أحد المعوقات، ألا وهي أن القادة الدينيين الإناث المشاركات كانوا قلائل، مثل هذا قد يكون قد أثر على الدراسة، وهذا كذلك أثر على نسبة تمثيلهم. أود الآن أن أذهب إلى الرابط الاختبار وأن تجيبوا على هذا السؤال: صفوا دور القادة الدينيين في منع العنف ضد الأطفال. وسنعود مرة أخرى بعد قليل. إذن السؤال هو: صف دور القادة الدينيين في الوقاية من العنف ضد النساء. هناك خانة للكتابة، يرجى أن تكتبوا أو تجيبوا على هذا السؤال في هذه الخانة. نحن ننتظر أجوبتكم. التوعية. عزيز، توعية بشأن العنف ضد الأطفال في المجتمعات واستخدام الوسائل التعليمية الدينية للتأثير في السلوك الإيجابي، التغيير الإيجابي، القادة الزائفون، ليس القادة الدينيون ولكن القادة المزيفون. هذا الأجوبة: تغيير إيجابي، تعزيز الوعي، المنع السلوك السلبي. الدعوة من أجل مشاركة الشاركين أكثر وتعزيز الوعي بشأن حماية الطفل. إذن الآن سنشاهد فيديوين من لبنان. ونميز بين التربية وبين القصاص. اليوم أنا وقت بدي أعلم ابني شي جديد، مش بالقصاص بعلمه وبضربه وبجعل عنده ألم يلي بيخليه يزبط سلوكه عن طريق الألم. لا، أنا بدي ربي الأولاد، يعني أنا أعلمهم وأزرع فيهم شي جديد. العنف منه بس جسدي، العنف بيكون كلامي، والعنف يمكن يكون سلوكي بنظرة بحركة من الأهل بعنف أولادهم بطريقة بيزرعوا فيهم عقد كتير نفسية. اليوم شيء كتير مهم نعلم أولادنا ونحن نتعلم نحكي مع بعضنا ونسمع بعضنا. كتير مرات البيات بيحبوا يحكوا بس مع الأسف ما بيحبوا يسمعوا. لا، أنا بدي أعلم ابني إنه مثل ما أنا عم بحكي معه أنا كمان بدي أسمعك وأنت بدك تحكي معي، لأنه هذا الشيء بيخلي الولد تزيد الثقة عنده ويعرف كيف يتواصل مع المجتمع الخارجي برا البيت. فالولاد هن استثمار كتير مهم بحياة الأهل، لازم يشتغلوا ويكون شغلهم شاغل ليلا ونهارا إنه أنا كيف بدي طلع من بنتي إنسانة ناجحة، كيف بدي طلع من ابني إنسان ناجح يقدروا يكفوا حياتهم وما يكونوا اتكاليين، يكونوا عندهم شخصيتهم القوية يلي بيقدروا يعبروا عن ذاتهم ويشكروا أهلهم على هيدي التربية. الهدف الأسرة صح أنه نتشارك.
اتفقوا الأديان السماوية والقوانين الوضعية على أنه عمر الطفل من 0 ل 18، هذا العمر ممنوع فيه عمالة الأطفال. لازم نحترم فترة الطفولة ليقدر يتعلم ويرفع عن نفسه ويلعب، هاي الفترة الأساسية اللي ممكن يستغل فيها هذا الشيء. ما يشتغل إلا بحالات قصوى من عمر 14 ل 18 سنة إذا في ضرورة قصوى لإعالة الأسرة بحال عدم وجود معين لها. العمالة بتؤدي لارتدادات سلبية نفسية وجسدية على الطفل، لذلك بهذه الفترة دور الأهل أساسي كتير بتوعية أطفالهم وتوجيههم ليقدروا ينطلقوا بالحياة بشكل صحيح، مع الحفاظ على حقوقهم من ناحية التعليم واللعب. بهذه الطريقة بيكونوا حافظوا لهم على الناحية النفسية والجسدية لهم. اتفقوا الأديان السماوية. Thank you Arsho and thank you for Arsho. وشكر على المنتجين الرائعين على إظهار هؤلاء الفيديوهات. سأسأل أرشو سؤال واحدا على وهو خلاصة، ما هو تصور ودور القادة الدينيين في منع العنف من الأطفال، ما في ذلك التمييز على أساس الجنس في العنف ضد الأطفال؟ أود أن أبدأ من خلال اقتباس القادة الدينية أنثى بروتستانتية قالت بأن أنواع العنف ضد الأطفال هي لفظية وكذلك مدنية وقد تكون قصيرة أو طويلة الأمد، وهذا قد يؤثر على حاجيات الأسرة. إن العنف شائع بالنسبة للفتيات فيما يتعلق بالزواج المبكر، لذلك فهن يحملن هذا الدور من أجل أن يحصلن على أموال من أجل العائلة. وحين نحدد عنف ضد الأطفال فإن التحديد والتعريف أن الأمر يتعلق بأن العنف قد يتخذ الكثير من التمظهرات بما في ذلك النفسي والعقلي والبدني. أغلب الذين أجرينا معهم مقابلات أكدوا بأن العنف القائم والتمييز القائم على النوع الاجتماعي هو شيء شائع في المجتمع، من خلال كذلك الاعتراف بأن الاختلاف فيما يتعلق بالسلوك والتمييز على أساس النوع الاجتماعي. كذلك قد حددوا بأن هذا يؤثر على جودة التعامل بين الجنسين، وهذا النوع من التمييز هو هذا التمييز في حد ذاته عنف ضد الأطفال. كذلك قد ذكروا بأن الأديان تنادي إلى المساواة بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في الإرث بين الإناث والذكور. وقد ذكروا أن التمييز يرتبط بالأخص بانتهاك مجموعة من حقوق الأطفال، بالأخص فيما يتعلق بعمل الأطفال وكذلك زواج القاصرين. فدورهم ووضعيتهم أنه أن الوضعية الدينية لهم تتيح لهم الولوج إلى المجتمع وتحقيق مجموعة من العلاقات مع العائلة والأطفال، وبالتالي فهم يبنون ثقة ويمكن أن يكون لهم ويلجوا إلى القضايا الشخصية. كل القادة الدينيين قالوا بأنهم يعرفون العنف ضد الأطفال فيما وأنهم يحاولون أن يعالجوا ذلك من خلال زيارة الآباء أو تقديم المشورة والنصح أو كذلك كشف هذه الممارسات. كل القادة الدينيين يؤمنون بأن دورهم هو في تعزيز التوعية والمبادئ الدينية فيما يتعلق بحماية الطفل وتصحيح التصرفات المتعلقة بحماية الأطفال. كل القادة الدينيين قالوا بأن دورهم في منع العنف ضد الأطفال
يتعلق بنهج بقائي من خلال توعية الأطفال الآباء باعتبارهم ممثلين للمجتمع الديني، وهذا من خلال تقديم الآباء وتزويد الآباء بالمشورة من أجل رعاية الأطفال، وكذلك من أجل خلال تقاسم المعارف من خلال الاجتماعات في الكنائس. هذا فقط باختصار. أريد كذلك أن أسأل سؤالاً أخيراً، ما هو موقف القادة الدينيين فيما يتعلق بمسألة العنف ضد الأطفال، وما هو تأثيرهم على المعايير الثقافية والمجتمعية المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، وهل يمكن أن يغير ذلك؟ هذا السؤال في الشوفة الثانية. لقد كان هناك توافق فيما يتعلق بوجود معايير ثقافية واجتماعية تنتهك حقوق الطفل. القادة أكدوا بأن هذه المعايير تنخفض شيئا فشيئا، وأحدهم قال بأن هذا يختلف عبر المجتمع، وبأن هذه المعايير توجد في المحيط القاروي أكثر منه في المدينة، وأغلب المجتمع تحترم المعايير الثقافية وتتبعها بشكل أعمى. وقد كان مثيرا للاهتمام بأن القادة الدينيين من طرابلس قالوا بأن المعايير الثقافية شائعة في المجتمع وتنتقل من طفل إلى طفل. حين سئلوا عن التغيير أو دورهم في التغيير، قال القادة الدينيون بأن مكافحة ضد هذه المعايير المؤذية ومن خلال تغيير عقلية الناس وتغيير السلوكيات من أجل قرارات إيجابية مركزة على الطفل. والدراسة كذلك بحسب القادة الدينيين تقول أنه الأمر يتعلق بالاستماع للناس من خلال التغذية المجتمعية وتعزيز التوعية في وسط المجتمع، وهم ينظرون إلى دورهم كمرشدين من أجل المساهمة في هذا التغيير من خلال ترشيد أو إرشاد الآباء. الآن أعطي الكلمة لإلينا. شكرا لكم على الاستماع. شكرا لك مايك على هذا العرض. شكرا مايك. أريد أن أقدم الآن كاميلا جونز التي ستتحدث عن ستقوم بتسيير الأسئلة والأجوبة. إن كان لديكم أي أسئلة ضعوها في غرفة الدردشة، وبسبب ضيق الوقت لم نستطع أن نجيبكم الآن، يمكن أن نرسل لكم الإجابة لاحقا بطريقة أخرى. الآن لك كاميلا. شكرا إلينا، وشكرا لجميع المتحدثين، كانت رائعة واستمتعت جدا وما سمعته والدروس التي تعلمناها وبعض الحوارات بين مختلف العروض. أخذت بعض الاستفادات والتي أريد أن أشاركها معكم. يستمتع الأطفال بالاستماع إليهم، يشعرهم بالشعور بالقوة وبالقوة وبالسلطة، والكبار يتعلمون باستماع إلى أطفالهم، وهذه الأبحاث تساعدهم على المستوى الطويل من العمل مع الأطفال. وأيضا نريد أن نتبنى هذه النهج المنظمة التي تم تقديمها في تقديم جوي، وثم محمد شجعنا في التعرف على قضايا الحماية في السياق، عرفها بالانخراط العميق مع العمل، وقد وضحت في وما قامت به أرشوز في القادة الدينيين في الناس ذوي السلطة في وما يمكن أن يقوموا به في دورهم. وقد كتبت أيضا السياسة ومراجعتها وتحليلها والتي عرضتها جوي ودراستها، أظهرت تركيزا محدودا
وتركيزا محدودا على البنية الأسرية. ونعم محمد يشجع أيضا أن نفكر ما وراء المنزل والعمل بين مختلف مقدمي الرعاية وكيف يمكن يعملوا معا لكي نعطي الأسر كيف تعمل. وأعتقد بأني أشارك بعض المذكرات التي غطيناها وأحاول أن أجمع معا بعض ما أساعد المشاركين في القيام بأسئلتهم. أنا متأكد أن لديهم أسئلة. هناك لدي سؤال أوجهه إلى المحاضرين. ما هي المؤثرات في بموجوداتكم بالنسبة للجهود المبذولة لتحقيق قدر أكبر من المساءلة؟ سأسمع من كل شخص. شكرا لك لسؤالك. أعتقد واحدة من التأثيرات الكبيرة أو التي رأيتها هي كيف يمكن للمنظمات أن تدعم في خلق بيئة تسهل النقاش بين الكبار والصغار. بهذا العمل والذي وصفته استطعنا أن نوجد المنتجات بنقاشات الأطفال مع الكبار، وأرى ذلك أنها الخطوة الأولى. إن أردنا أن نتقدم إلى الأمام أو قدماً نحتاج إلى تسهيل أيضاً تقديم الأطفال للمعلومات مباشرة إلى الكبار، ونشجع هذه التواصل المباشر والحوار المباشر. وأعتقد أنه سيتم يحتاج إلى دعم أكبر من فريقنا المحلي لكي يستطيع القيام بذلك. أعتقد بأنها تكون في بيئة أكثر محافظة تسهيل هذا النوع من النقاش قد يكون يؤدي إلى بعض الخلافات بين الصغار والكبار، وبالتالي أراها أنها جهود مستمرة يجب أن نعمل عليها. نعمل في هذه البيئات لكي نبني الثقة للأطفال لكي يستطيعوا أن يتحدثوا عبر مخاوفهم مع الكبار مباشرة. وهناك أيضا كيف يمكن أن نستخدم هذه المعلومات لتمويل من تمرين إلى لبناء نظام أوسع أيضا لاستخدام هذه المعلومات في آليات أخرى يمكن أن تستخدم الاستجابات وغيرها. فهذه تمرين واحد من التمارين. القدرة يمكن استخدامها وإعادة استخدامها للمشاركين، ويمكن استخدمها كآليات كاملة، فهي تحدي آخر كبير. وهذه المدخلات التي لدي. شكرا جوي. كيف يمكن أن نشجع الأطفال أن يشاركوا أفكارهم بشكل آمن؟ كيف يمكن أن نستفيد من المعلومات التي تم تجميعها لما يستفاد منه؟ انتقل الآن إلى محمد لنفس السؤال حول المساءلة لتحقيق قدر أكبر من المساءلة. حسنا كاميلا شكرا. أعتقد من البداية كان التزامنا عميقا في المساءلة، وهذه انعكست في طريقة التي طبقنا هذا البحث. فمنذ البداية عندما انضممنا في البحث من المجتمعات اللاجئين وفي وضع جدول عمل لهذا البحث، وكان هذا منعكسا على التزامنا في المساءلة. وأعتقد بأن عبر هذه العملية والتي استمرت خلال سنتين استطعنا أن نرى كم مهم استخدام هذا النهج، ولديه تداعيات جيدة، لأننا نرى بأن هذه المشاركة والعملية المشاركة كانت فيها وجهات نظر أكثر من مقدمي الرعاية والأطفال حول سؤال الإهمال وحماية الأطفال وفي أوضاع إنسانية، وليست في طريقة تقليدية، وإنما يمكن أيضا من وجهة نظر مقدمي الرعاية الذين هم من الطرف الآخر من مقدمي الرعاية الإنسان العمل الإنساني، والتي تؤثرهم مباشرة تؤثر على قدرتهم على توفير للأطفال. وأعتقد أن أرى أن زميلي جيسون هارت يمكن أن يشارك بعض استجابة لهذه الإجابة فقط للمشاركين. جيسون لم يستطع أن يحضر مقدمة لأنه
لأنه كان في جلسة أخرى. مرحبا جيسون، شكرا جزيلا. هل يمكن أن يستمع أن يسمعني الجميع؟ نعم، نعم جيدا، نعم شكرا. أنا آسف أنه ذهب عني نقاش ممتع وحول سؤال مساءلة، وآسف أنه إن كان قد ذكر ذلك لاحقا سابقا. العمل مهم، شيء مهم بما يخص استراتيجية التحالف هي نعم طبعا مشاركة الأطفال هي مهمة، ولكن أيضا مهم مقدمي الرعاية أيضا، وتأكيد بأنه مساءلة لمقدمي الرعاية وأن نستمع إلى أصوات مقدمي الرعاية. واحدة من الأمور الدراسة أن هناك درجة عالية من الشيوعية بين المخاوف بين الأطفال والمخاوف التي ذكرها مقدمي الرعاية، وبالتالي عندما نفكر في مشاركة الأطفال باعتماد هناك اختلاف بين الأهل والأطفال، وهذا ما وجدنا كان الاختلاف الكبير بين الأهالي والمجتمع والمجتمعات الإنسانية. من جهة أخرى قضايا الحماية، من يعمل، من يتم تجاهله، ومن يتم إدخاله، فهناك اختلافات كبيرة. وأتمنى أن نتقدم إلى أمام التحالف تفكر وتتحدث عن المسائل، لا تركز فقط على المشاركة وإنما تستمع إلى أصوات، وأيضا تشمل مع مقدمي الرعاية. وهذا تركيز أبحاثنا، كيف محمد كما ذكر، كيف النظام الإنساني بشكل عام يعمل بشكل مسيء لكي يساعد على تجاهل وجهات نظر مقدمي الرعاية. شكرا جيسون. نعم يجب أن نعمل بشكل عام على النموذج الإيكولوجي الاجتماعي كاملا، ونعمل على كل الحدود التي تحدها فيما يخص المسائل. لدينا أيضا سؤال آخر جاءنا في غرفة الدرج. هناك 4 أسئلة مقدمة إلى جوي و2 إلى مايك أرتشو. سأقرأ السؤال الأول لجوي ثم أضع باقي لتشاد، سأضع بعض هذه قد استجاب إليها في الشات في الدردشة، فيمكنكم أن تروا. هل لديك أدلة حول ارتباط الأهالي في تغيير وعي الكبار؟ كيف اخترت الأطفال في دراستك؟ ما كانت التحديات والدروس التي حول المنهجية وكيف التي قمت بها؟ أعتقد أن هذا كانت استجبت لها، وكان نعم هذه كانت الأسئلة. نعم الأسئلة لك جوي. شكرا كاميلا، شكرا للأسئلة. قد أبدأ بالسؤال الأول حول أدلة، سواء كان غير الأهالي رأيهم طريقتهم، بما أن هذه أول دورة في هذا العمل في سياق شمال غرب سوريا، فمن خبراتنا الأولى فاجأنا بأن الكبار في أماكن المشاريع لم يكنوا على علم بأن هذه المخاوف يعاني منها الصغار، وبالتالي نفترض أن معظمهم الآن أصبح على وعي وأنه علينا أن نعمل المزيد لزيادة هذا الوعي، وبالتالي كان هذا مساعدا، وأيضا ساعدنا على فهم بأن فرص محدودة للأطفال المشاركة بمخاوفهم على الكبار، وبالتالي في مشاريعنا المستقبلية هناك واحدة من النقاط الأساسية التي علينا تعزيزها ونوفر فرصا أكبر. فما يخص بالأدلة ليس لدينا الكثير حاليا لأنها الدورة الأولى، ولكن نقوم بها بشكل مستمر لكي نفهم نقيس كيف يمكن أن يزيد هذا الوعي وبالتدخلات أم يحتاج المزيد من العمل. بما يخص اختيار المشاركين، كما لدينا مشاريع مستمرة في مجتمعات حيث قمنا بتطبيق CHPA Adapt، قمنا باختيار من قبل مسيرين هؤلاء الأطفال الذين يستفيدون من البرامج يحصلون على CPHA Adapt، وأولئك الذين لم يكن لديهم وصول مباشر من مراكز حماية الأطفال
فإنهم أيضا كانت هناك أنشطة وصول إليهم وتمت تعبئتها إليهم للمشاركة. نحن نضع حدودا أعمار كما وجدنا بعض الأسئلة قد تكون يتم تعامل بها مع أطفال أكبر، فأخذنا الأطفال بين الأعمار 11 إلى ما دون 18 لنقاشات المجموعات. أرجو أن أكون قد أجبتكم عن سؤالكم، شكرا لكم. إن أردتم مزيدا من الأسئلة ضعوها في غرفة الدردشة. أعتقد أنك استجبتي، ولكن مايك أرى أنك تريد أن تعلق على إحدى هذه الإجابات. نعم، شكرا جزيلا. لدينا بضع دقائق قبل أن أنني أحتاج دقيقة واحدة فقط. شكرا لسؤالك. بما يخص السؤال الأول حول الإتجار، بغض النظر عن الدين، فحماية الأطفال من الإتجار فهي ممنوعة ونحن ضدها. وبالتالي فإن وجدنا بخلال بحثنا، وكما قلت في غرفة الدرشة، ليست مرتبطة في نتحدث عن العنف ضد الأطفال والاستغلال وجميع القادة الأديان بما فيهم المسلمين والمسيحيين وبمختلف المذاهب. نتحدث عن السنة، الشيعة، البروتستان، المسيحيين، وبمختلف المسيحية في لبنان والمذاهب ضد عمالة الأطفال وضد الإتجار بالطبع. وأرجو أن قد أجبت عن هذا السؤال. السؤالين لدي نقطتين أريد أن أضيفهما لإجادات واحدة، هي أن قادة الإيمان يستلمون على مستوى التعليم، لديهم تأثير كبير على تغيير السياسة، وهذا ليس لم يتم فهمه أو استيعابه بعد. إن استطعنا أن نتوجه إلى ذلك في شملهم في تغيير السياسة وفي تغيير السلوكيات على مستوى المجتمع، فإنهم لديهم القدرة على ذلك، وبالبرمجة الصحيحة يمكننا أن نحقق ذلك. والنقطة الأخرى، القدرة على الأطفال لا يمكن تحقيق إن كان تم تجاهل مراكز النساء في مراكز المتمركز على الأطفال، فهذه يجب أن تؤخذ أيضا في عين الاعتبار بوضع السياسة. أريد أن أعطي ربما أرشو تريد أن تضيف ربما. لا شكرا لكم. أرشو إن يمكنك في دقيقة واحدة. نعم، أقوم بها بسرعة. للسؤال الثاني حول تنوع ومختلف المذاهب التي ذكرها مايك، جاوبها. لقد انتقينا جميع القادة الإيمان وتأكدنا من أن جميع التنوع موجود، لكي يكون واضحا أن ليس أن البحث أخذ ببلدين في لبنان، بيروت وطرابلس الشمالية، و في كلا المكانين كانت لديها جميع المذاهب والمتمثلة، وتأكدنا من أن ليس فقط الذكور وإنما هناك القادة النساء يمثلنا، واستطعنا أن يكون هناك لدينا تنوع أكبر وخبرة موجودة متنوعة في بحثنا. هذا ما جعل بحثنا متنوعاً وقوي في هذه الطريقة، في أن بحسب ممثلي قادة الإيمان كانوا متنوعين فعلاً. وأرى أن محمد كانت لديك يدك مرفوعة، يجب أن تكون مختصرة 30 ثانية. أريد فقط أن أشكركم جميعاً وأن أخبركم بأننا على وشك إنشار تقريرنا كنتيجة لهذه الدراسة. نحن الآن جاهزون في موضوع النشر ونحب أن نشارككم بها، وأرى هناك مشاركات خاصة يظهرون اهتمامهم بهذه الدراسة. وشكرا جيسون، شاركنا هذا التقرير الآن،
نشكركم ويسعدنا أن نستلم استجاباتكم وآرائكم على إيميلاتنا أيضا بعد هذا الاجتماع. شكرا لك. شكرا محمد وشكرا جزيلا للمتحدثين وكميلا لي والمترجمين. آخر فكرة لكي ألخص ذلك بشكل بوقتنا المحدود. أحببت طريقة وضع جوي. دورنا هو في الدعم وليس في خلق بيئات. نحن كمسهلين كنقاشات بين الكبار والأطفال وأيضا مقدمي الرعاية ومايك ومحمد وجيسون وأرشو وكل بإضمام رجال الدين وغيرهم. فشكرا جزيلا. كانت نقاشا طويلا. هناك أنشطة أخرى في الجلسات القادمة. هناك أيضا الجاليري معرض الصور التي يمكنكم أن ترونها. وهناك أيضا جلسة نقاش ستكون لاحقا. هناك مواضيع مثيرة أيضا للاهتمام لاحقا. شكرا جزيلا وشكرا لشركة الإنتاج وللجميع. شكرا جزيلا. شكرا جميل جزيلا. شكراً. مساءكم سعيد. أرجوكم أن تعبئوا طلب الآراء. عبوا آراءكم لو سمحتم.